السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيانا تصادف البعض منا بعض المشاكل عند تعبئة التانكي البنزين في بعض المحطات، وهي اللي هي صعوبة في تعبئة التانكي بحيث تلاقي مسدس المضخة تبع المحطة كل شيء يفصل عليك، وصعوبة في تعبئة التانكي. هاي سببها إما من عبة الفحم اللي هي الكانستر في انسداد، أو من بلف الإيفاب اللي هو بلف البخار الرجيع تبع البنزين في انسداد، في سبب مشكلة بطء في تعبئة التانكي البنزين. وأحيانا الصدفة بتكون السيارة تكون تعبي بنزين طافي السيارة في المحطة، تيجي تشغلها تلاقي صعوبة في تشغيل السيارة، برضه هذا السبب حساس الإيفاب اللي هو حساس بخار البنزين يسبب هذه المشكلة. وأحيانا متعبي بنزين تطالع من المحطة فجأة تلاقي لمبة الشيك إنجن ولا عندك في الطبلون، هذه مشكلتها من قطاع التانكي يكون غير مقفل بإحكام، يسبب في دخول الهواء في منظومة البنزين، يسبب خلخلة في النظام، فمنها تولي علامة تشيك انجن. بتأكد ان الغطاء التانكي مقفل بإحكام، وان شاء الله لما تختفي معك.